عبد الرحمن بن عوف احدى لجان بندر مركز المحله. في الحقيقه معانا سياده اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد اول وزير الداخليه ومدير امن الغربيه. يعني هو في الحقيقه من امبارح بيطمن على سير العمليه الانتخابيه، بيطمن على سير اللجان، بالحقيقه بيمر بنفسه على كل لجنه، بيشوف الخدمات الامنيه موقفها ازاي، بيشوف الخدمات المروريه. معانا سياده اللواء نصبح عليه ونحب نطمن منه على سير العمليه الانتخابيه الاول بالامس ونتكلم معاه بعد كده. اتفضل سياده اللواء، صباح الخير واهلا بك يا فندم. صباح الخير يا فندم واهلا بيكم في المحله ومدينه طنطا كلها. سياده اللواء، يعني طمنا امبارح سير العمليه الانتخابيه مشيت ازاي، النواحي الامنيه والمروريه، هل تلقيتوا امبارح شكاوى، هل يعني كان في ما يعوق سير العمليه الانتخابيه يا فندم؟ هو الحمد لله العمليه الانتخابيه امبارح سارت على ما يرام. الحمد لله الخدمات بتاعتنا منتشره من صباح امس، رجال القوات المسلحه مع الشرطه مع عناصر من الامن المركزي وجميع الاجهزه مشتركه في العمليه الانتخابيه. بيتم عندنا تامين جميع اللجان، انت عارف حضرتك عندنا لجان فرعيه 1417 لجنه بكتله تصويتيه حوالي 3,129,134 ناخب موزعين على 702 مركز انتخابي. ان شاء الله احنا جميع هذه اللجان الفرعيه مأمنينها من رجال القوات المسلحه والشرطه. في نفس الوقت هتلاقي في اقوال امنيه منتشره بالاشتراك مع القوات المسلحه والشرطه العسكريه والصاعقه في الميادين والشوارع الهامه لتامين الناخب اثناء ذهابه للعمليه الانتخابيه، لتامين الساده القضاء اثناء ذهابهم لبدايه العمل اليوم الانتخابي وعودتهم ومحل اقامتهم. كل ده احنا قايمين بيه على مستوى واحد من غير خطه امنيه موجوده. احنا بنامن عمليه الانتخابات دي قبل واثناء وبعد الانتخابات ان شاء الله. احنا موجودين منذ صباح امس لتامين العمليه الانتخابيه وتم ضبط بعض الخروقات. احنا عشان كده حضرتك بقول لك احنا على مستوى واحد من جميع المرشحين، واي خروقات موجوده بيتم ضبطها من خلال رجال مباحث والشرطه السريه المنتشرين من اللجان لضبط اي مخالفه. وبالفعل تم رصد حالتين، حاله بالمحله هنا وحاله في دائره مركز زفته لبعض المواطنين المخالفين بيوزعوا مبالغ ماليه ودعايه انتخابيه لاحد المرشحين بالنسبه للحالتين اللي هي في المحله وزفته. واي مخالفه او اي خروقات على العمليه الانتخابيه او مخالفات او ممنوعات لاجراء العمليه الانتخابيه سوف يتم التعامل معها وضبطها، وبيتم عرضها على السيد رئيس اللجنه اللي هو بيأمر سيادته بتحرير المحاضر اللازمه للمخالفين. احنا موجودين ان شاء الله النهارده منذ صباح اليوم لتأمين العمليه الانتخابيه. شايف حضرتك انا النهارده في المحله، امبارح كنت في طنطا، بنمر على جميع اللجان للتأكد من انتظام العمليه الانتخابيه. طبعا النهارده القاضي الصبح جه فتح اللجنه في حضور مندوبي المرشحين، ودي في منتهى الشفافيه، وبرده لما بيفرز النهارده ان شاء الله هيكون في حضور مندوبي المرشحين. ست اللواء، طمنا النهارده هتبقى في عمليه الفرز واعلان النتيجه العامه. في احنا عندنا 9 دوائر في محافظه الغربيه، 9 لجان عامه. طمنا يا فندم عن تامين هذه اللجان، وطمنا عن اللجنه العامه اللي هتبقى موجوده النهارده يا فندم. هو ان شاء الله في 1417 لجنه فرعيه بتسع دوائر انتخابيه زي ما قلت لحضرتك. كل دايره الاوضاع بتاعتها في اللجان الفرعيه بيتم فرز اللجنه الفرعيه داخل اللجنه في حضور مندوبي المرشحين، ثم يتم تجميع هذه اللجان الفرعيه في المحكمه العامه الخاصه بهذه الدايره. احنا في المحله هتكون ان شاء الله اللجنه العامه بتاعتها محكمه المحله. طبعا في تامين كافي لمحكمه المحله وحرم الامن لجميع المرشحين ودخول المرشحين لحضور عمليه الفرز وتجميع النتيجه النهائيه. ان شاء الله نرجو من الله اولا ان الاقبال يزيد من المرشحين من الساده الناخبين. الحمد لله زي ما انت شايف الجو النهارده جميل، انا كنت يعني قلقان من الجو ان هو يطلع برضه ياثر على الناخب. الجو النهارده كويس وامبارح كان احسن، وان شاء الله النهارده يبقى يوم جميل للناخب ان هو يدلي بصوته. فانا ارجو من الله ان جميع اهالي المحله واهالي طنطا يخرجوا للادلاء بصوتهم، وده حقهم ولازم تاخده، وحقك لما خدتوش تبقى غلطان. ده كان لقانا مع سياده اللواء نبيل عبد الفتاح مدير امن الغربيه، وهو في الحقيقه طمنا وطمن اهالي الغربيه ان النواحي الامنيه والتمركزات الامنيه كلها متواجده بشكل كامل وبشكل مكثف. وفي الحقيقه بيطمن الناخبين وبيطمن اهالي الغربيه وبيدعوهم كمان للمشاركه في تأدية دورهم للاستحقاق الثالث ونزولهم الى صناديق الانتخابات والادلاء باصواتهم لاختيار
الذي يمثلهم والذي يقود برلمان 2015 ويقود الدولة المصرية للأمام من خلال التشريعات والقوانين التي يعني سيقوم المجلس القادم بتشريعها. سيادة اللواء، في نهاية لقائنا بنشكر سعادتك معنا. شاكرين يا فندم، شكرا.